لو قلت لك الاطلاله النهارده ليه غلب عليها الكاجوال؟ يعني طلبة معايا كده. كيفك احنا بنحشش؟ ما تحبيش الدريسات والكلاسيك؟ تعرفني انا كنت على طول برد بستريس، بس انا قلت النهارده نحتشم شويه. مبسوطين مني صح؟ مع ذلك بتحبي تكوني مثيره وملفته؟ لا 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 ايه كل ده؟ ما كفايه. لا واحد الست الحلوه بتتعرف من ايه؟ لا حاجات كتير. ايوه قولي حاجه من اللي ربنا كتبها علينا، حاجه قولها. يعني في ناس بتحب تبقى واحده محترمه، في واحده تبقى بتلبس ستايل حلو، في واحده بتتكلم حلو، في واحده يعني على حسب اللي بتقول عليه الست ده. يعني اهم حاجه ان الناس كلها تبقى حباني. لا ما هو انت الشهاده اللي تتحب قوي يا كمان، هو انت اللي تقوله ده شويه؟ ده انت بتقول دولار. قول يا حبيبي قول. لو الشرع محل للست تتجوز اربعه، تتجوزي كم مره؟ لا انا مش عايزه اتجوز اصلا. لازم نتعقدها. لو في راجل عجبك تعملي ايه عشان تلفت انتباهه؟ لا انا عمري ما اعمل حاجه زي دي. انت مؤدب على فكره. لو لبست طاقية الاخفاء ايه اكتر حاجه تعمليها مجنونه؟ هي اكتر حاجة اعملها مجنونة لو لسبت طاقية الاخفة. دي عيانة؟ مش عارفة، ممكن اخد منك المايك. جاي استظرف يا ماما، بس ظريف الحقيقة، لطيف. نعمل احنا معاك لقاء بقى. طب تضحكش ليه يالا؟ كفاية. لا لا، كل واحد ربنا مدي كل واحد 24 قيراط، ف بيقسمهم يعني كل واحدة ليها جمالها. هو انت قلت ايه انت ولا عملت ايه انت ولا انت قلت ايه ولا عملوا لك ايه انت؟ تتجوزي واحد غني وشكله وحش ولا فقير ووسيم؟ انا في البداية قلت لك انا مش عايزة اتجوز اصلا. البت الرزلة دي شكلك مرة بتجربة صعبة، شكلك لا في حد خالص 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 خالص. بس خلاص عرفت وسيم، عرفت وسيم، عرفت خالص خالص. لو معاكي طيارة خاصة تسميها ايه؟ بيري. اشمعنى؟ بحب اسمي. والله انت اللي مسخرة يا شيخ. لو واحدة ولا واحد قالك انت مش حلوة تتصرفي ازاي؟ لا ولا حاجة، كل واحد حسب ليه رأيه يعني، عادي عادي، اتفقنا عادي، اختلفنا عادي. يا راجل انت عاوزة مني ايه؟ انا عاوز امشي. ما يفرقش معايا رأيك، ما يهمنيش، بس عادي والله عادي. ابنورمال 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 والله. بقول لك ابنورمال. مش هتتكادوا تغاظي؟ ده بان عليك الغاز دلوقتي خالص. ولو حد قالك انت تخينه؟ لا بتضايق. انا تخنت فعلا. لا لا ما تقولش كده على نفسك، انت جميل اكيد انا عملت حاجه. وبعدين انت قصدك ايه يعني؟ هو في ايه؟ انتوا جايبيني هنا عشان تهزقوني ولا ايه؟ قصدك ايه؟ لا انت يا عم حبيبي تسلم لي. تحياتي لكم. ميرسي. وانا اصلا باي باي. خلاص امال حضرتك فاكر ايه يعني؟